نبدأ يلا كده نشوف القطعة معايا محمد. يلا في القطعة بقول last week I went with my family to the wildlife park، وأقدر طبعا أرتب الجملة دي ترتيب تاني وأقدر أقول I went to the wildlife park with my family. تمام. بعد كده بقول we had a wonderful day، قضينا يوم جميل هناك. we stayed in the car، كنا قاعدين في العربية. but we could see، استطعنا إن احنا نشوف a lot of animals through the trees، عبر أو خلال الأشجار. The kangaroos مالهم are interesting. When they are little لما بيبقوا صغيرين they can sit inside their mom's pouch، وإن pouch هنا اللي هو الجراب أو الجيب أو الكيس بتاع الكنغر الكبير. It's so sweet. I saw lots of birds but my favorites were the parrots. They were so beautiful and they could talk. I saw the penguins. They were in a special place inside. It was cold. المكان بتاعهم طبعا بارد. I like the fridge. Like the fridge. زي التلاجة. We fed them fish. أكلناهم سمك. They can swim so well and they look so cool. It was a very amazing day. النقطة الأولى يا محمد بقول هنا the text is about a Visit to a wildlife park. كلام جميل. الإجابة بي اللي هي visit to wildlife park. Number two. The underlined word sweet means nice. Sweet معناها هنا nice. Number three. يا نور بيقول لي what is the writer's favorite bird؟ It's a parrot. The parrot. Number four. Where do little kangaroos sit؟ They inside their mom's pouch. Mom's pouch. Inside their mom's pouch. جوه الجراب بتاع مامتهم. سؤال بنكتوشن طبعا هقوله W capital، عندي الايه عايتها تاني capital، والكويشن مارك بما اني ببدأ بكلمة وير. اروح بعد كده طبعا كان طالب مني هنا اكتب عن الفيفوريت انيمال. الجزئية التانية حلينا مع بعض الصفحة دي. تمام يا اياد؟ ايوه يا سيدي. تمام ايوه تمام ايوه كلام جميل. تعال لي لسؤال التشوز اللي بعد كده مره تانية برضو، بنراجع على جزئيه الانيمالز عشان ما نرجع لهاش تاني. يلا يا اياد. بيقول لي وير سو بيوتيفول زي كود توك. اياد بارت الباروتس طبعا. كمل. بيقول لي ايه بامبو؟ باندا. البانداز. بيقول لي are very big cats. lions. the lions. بنقول when the kangaroos are they sit inside their mom's pouch. little. when they are little معناها when they are young وهم صغيرين. snails have on their back. shells. shells. اروح بعد كده معايا مارينا مديني كولد وانيمالز وباتس وباوتش وسترونج. بقول I went to the wildlife park yesterday with my family. we saw lots of animals. we saw kangaroos. the little kangaroos were sitting inside their mom's bush. pouch pouch pouch. we saw penguins too. they were in a special cold cold طبعا بليس مكان بارد. we also saw شفنا كمان they were sleeping upside down. الباتس طبعا هي اللي بتنام upside down. كلام جميل. تعالى لي بعد كده جمل الترتيب. يلا الترتيب يا سلمى. نمبر 1 سلمى. سلمى بزعل انا بقت كده. ريتال محرزك كثير. يلا الجملة الأولى في الترتيب. أنا كنت غايبة الحصة كنت غايبة كثير. كنت غايبة وده بيزعلني أكتر. يلا يا محمد يا سامي. near the lions. could you go near the lions where Where did Ramis go yesterday? كلام جميل. Dolphins. Dolphins swim in a group in the ocean.
in a group in the ocean بيعوموا في جماعات أو في مجموعات in the ocean في المحيط. Could you go near the lions؟ هبدأ طبعا بالسي كابيتال، وبما إني بادئ جملتي بكود أو كان يبقى آخر question mark. جينا بعد كده أخدنا الجزئية الخاصة بكان وكود، وعرفنا إمتى بكمل بكان أو كانت أو كود أو كودنت. حلينا وطبقنا طبعا جزئية الاكسرسايز الخاصة بالجرامر ده، حلينا الصفحة دي كلها مع بعضنا الحصة اللي فاتت. حصل؟ ايوه يا سي، احنا كنا واقفين لحد صفحة 131، كان بس في اخر جزء وخلاص. كلام جميل. 131 عندها هيت، انا اخدها كلها من الاول تاني كمراجعة على جزئية الجرامر. قلنا بعد كان او كانت دايما مصدر، يبقى اقول له هنا كان سبيك، هي كان سبيك. كان يو هيلب يو فلاي بات يو كان ران، طبعا لوجود بات قلنا الاولى عكس الثانيه، يبقى هنا اقدر اقول له يو كانت. وات كان يو قلنا بعد كان دايما مصدر، يبقى انا محتاج لدو. اي بلاي فوتبول وين اي واز، اتفقنا وجود جمله وين اي واز يبقى انا شغال كود او كودنت. طب هو مديني كانت عشان اقول له كودنت، يبقى اي كودنت بلاي وين اي واز 5. She could مصدر اللي هي جامب بس. He walk when he was، هقول له he couldn't walk when he was a baby. What you buy from supermarket yesterday، يبقى بسأل بكود. We couldn't بعدها مصدر اللي هو catch. Could you مصدر اللي هو when. يلا يا نور معايا، بقول parrots can fly. بلاي مصدر. she drive car she takes the bus. كان يبقى she can't drive ولذلك بتركب الباص. my brother count to 10 when he was. couldn't يبقى عندي ماضي طبعا لوجود جملة when was، ماضي يبقى بعبر عن قدرة واستطاعة في الماضي، يبقى couldn't. last year we could كود طبعا لوجود كلمة بتدل على الماضي. I couldn't say anything in German last year but now I can. I can ما كنتش ودلوقتي بستطيع. last year he ran very quickly but now he can. couldn't يبقى المفروض هنا couldn't لوجود كلمة but، ده إثبات يبقى ده نافية، يبقى couldn't. number 7 بيقول لي you play the piano when you were when you were. محمد سامي محمد سامي محمد محمد number 7 good good طبعا لان انا بتكلم عن الماضي، يبقى could you play. sorry I am busy. كان سوري اي كانت هيلب يو. مارينا بقول وين اي واز ليتل، لما كنت صغير اي ران فاست. كان بقول وين اي واز ليتل، وين اي واز ليتل لما كنت، يبقى اي كودنت والمصدر. نمبر 2 سوري اي ام بيزي ناو. كان سوري اي كانت، سوري اي كانت، وقلنا سوري هنا بتساوي كلمه نو وبعد نو بالنوت، يعني اجاوب بكانت. نمبر 3 كود يو بلاي بلاي بس لان كود مصدر. باتسي كان فلاي فلاي. كملي يا ريتان. نمبر 5 بقول وين اي واز تو اي وين ازو I couldn't. I couldn't طبعا طالما بتكلم عن ماضي. number 6 you speak when you were 5 when you were 5 when you were ماضي ماضي، يبقى بسأل بكود والفاعل والمصدر. number 7 my cousin couldn't طبعا ران اللي هو المصدر. ايه من دولت you play؟ قال لي yes I can. can بسأل بسأل بكان أجاوب بكان، بسأل بكان أجاوب بكان أو كانت. خدنا الجزء ده ولا لسه؟ لا خدنا.
الناس ايه؟ خدنا ما القصة خدناش. دي ذا ترافلرز اند ذا ايوه تري. سيخ ايوه يا سيخ ايوه طيب سيخ طيب تعلمنا ان احنا نبقى جريتفول ولا ان جريتفول؟ جريس نبقى جريس جريتفول، نبقى جريتفول، لازم نبقى جريتفول للناس اللي بتعمل لنا اي حاجة كويسة. طيب تعالى لي كده لبيج 135، هات لي السؤال الاخير اللي هو الكوريكت. بقول when I was two كودنت I couldn't كودنت I couldn't my sister couldn't run when she was baby but now she كان but now she can. Not you play the violin. كان هقول له كان هنا باعتبار انها جملة مضارع. I not read when I was 6 months. I كودنت couldn't لم أستطع. بعدها you speak when you were 5. قلت لك دي جملة امتحان، ده هي جملة امتحان، خاصة إنها كتاب مدرسة، خاصة إنها كتاب مدرسة. يبقى هقول إيه هنا؟ كود كود. ليه كود؟ حبيبي عشان عندي وير يساري ماضي، علشان يبقى في بسأل غير بكود، يبقى بسأل بكود. تمام. تعالى لي السؤال الثاني في اللي تشوز. يلا يا إياد. When it's hot we should stay in the شيت in the shade. بنقف في الظل او بنقعد في الظل. in the shade. the tree has many. الشجرة عندها many ايه؟ برانس many branches. افرع. مين في دولة little wind؟ شيلدر لا لما اقول a little wind a little wind نسمة هواء، رياح خفيفة، رياح خفيفة. قلنا ده تعريف مين كلمة بريز، وموجود عندي ضمن 4 أو 5 كلمات في التعريفات، يبقى لازم أبقى عارفها كويس. بريز اللي هو النسيم. بقول a meeting point is somewhere where ميت people meet، حيث يتقابل، اسمها meeting point، نقطة اللقاء، يبقى meet. تعالى القطعة، الجملة الأولى عندي في القطعة بقول the underlined word يا نور. wide means بيك wide هنا معناها big. how was the weather؟ it was hot طبعا. باجي هنا بيقول لي summarize the first paragraph in one sentence. فين الفيرست paragraph يا باشا؟ اهو ده كده الباراجراف الأول، وده كده باراجراف تاني. أنا عايز ملخص الباراجراف الأول. Once there was a very big old tree in a hot dry land. تمام. يبقى أنا ما يلزمنيش وانس دهيت، لأنها هتعتبر زيادة عندي، مش هتقدم لي ولا تأخرني، بل هي هتعطلني وهتأخرني. يبقى المفروض أقول بس كده there was a very big old tree in a hot dry land. شكرا. بلاها وانس. تمام. يبقى قولي لي بس كده كان في شجرة كبيرة في منطقة فاضية وجافة. تمام. تمام يا سير تمام. الجملة الثانية بقول what were the two new travelers doing. هما التو ترافلرز كانوا بيعملوا ايه؟ they were walking across the field and saw the tree تمام. يبقى they were walking across the field. كانوا ماشيين across the field. they were walking across the field. اروح لجمل الترتيب. محمد سامي. محمد سامي سامي سامي. كلام جميل. معاك محمد يا سيدي سامي يا محمد معايا معايا بعد يا محمد. الشهر خلص يا محمد. يلا. We rest under the trees. وماله نمبر تو؟ Why is trees important? Why is it to, trees important to plant? يا راجل يعني ينفع اقول why is trees؟ why is لا trees؟ ها انت مش حلل الواجب ولا ايه؟ لا حلو يا سيدي امال ايه؟ حلو يا حلو ولا ايه؟ ولا وحوي يا وحوي؟
مش حلو يا محمد. Why important to plant trees? اسمها why is it important to plant trees. Why is it important to plant trees؟ ليه من المهم ان احنا نزرع شجر؟ الجملة الأولى في مين الكوريكت اللي مارينا. فاكر؟ مارينا مين؟ مين؟ رايت. أيوة أنا هتسأل سلمى، عايزة تسأل. يا سلمى، ما احنا انا ندهت عليك كتير يا سلمى. انت السؤال اللي مش والله عاجبك، يسألك واحد. السؤال اللي ما بيعجبكيش يا سلمى ما بترديش. اتفضلي يا لا سوس، والله نسيت، اتفضلي يا النت سوس، متقطع عندي والله. اتفضلي يا سوس، وانا هضرب النت ده. قولي. اي كوكن كوكن رايت. I couldn't write. هشيل الاس بس، لان بعد couldn't مصدر. نمبر 2 كان ذا باروت. فلاي عشان كان كان ايوه دخل كده مصر. ماشي يا عم. في لاي بس في الواي عشان كان بعدها مصدر. بنكتيشن ريتال. والله دبليو كابيتال والفول ستوب. دبليو كابيتال والفول ستوب الدبليو ذكر مارك طبعا، قصدي وفي الاخر اسمها كويشن مارك. مارك. مارك المجموعه اللي بعد كده معايا يا اياد، يلا بقول له ابريز از ليتل. لسه معرفينها يا ويند. اياد. اه ويند. اه يبقى التعريف البريز ليتل ويند. وين سمثينج از يوزلس، حاجه يوزلس يبقى وي. حاجه يوزلس، حاجه ملهاش كانت لازمه، يبقى وي كانت يوز ات، ما نقدرش نستخدمها. اوكي اه when someone is he doesn't thank others، مش بيشكر الناس. ungrateful. ungrateful. كملي يا مارينا. بقول when something is comfortable it's to sit on or wear. nice. نايس طبعا، طالما comfortable. a meeting point somewhere where people ميت. meet. كملي يا نور القطعة ديت، يلا. مول once there was a very big and هنا big old tree in a hot دراي. a hot dry land. a hot dry land. a hot dry land. it gave هيلتر. shelter طبعا اللي هو مأوى، and rest مكان الناس تستريح فيه to hundreds of travelers. بعد كده زي moved across the ترانك. بقول زي moved across the كانتري. country. across the country it was a point ميتينج. اسمها a meeting point for traders، كانت نقطة لقاء للتجار. خدنا ده. ليسير. طب تعال بقى تركز معايا عشان هي جزئية سهلة جدا ومش هتاخد مننا وقت. طبعا مديني هنا بيقول لي this is so interesting، ومن هنا بعرف ان عندي جزئية الجرامر اللي بتتكلم عن الاي ان جي والاي دي بالنسبة للصفات. ده في اللانجوج فوكس في جزئية الجرامر. بعد كده هيبقى عندي جزئية برونسيشن اللي هي جزئية النطق. تعال لي كده الاول، مديني اول ملحوظة عندي او اول حتة جرامر، استخدامي للاي ار في نهايه الكلمه. مالها الاي ار اللي هي بسميها سفكس، يعني لاحقه حروف بنضيفها في نهايه الكلمه عشان تكون عندي نون اسم. اسم ايه؟ اسم الوظيفه من الحاجه دي. فلما اقول ريد يقرا يبقى ريدر قارئ. لما انا عندي كلايم وكلايمر، ترافل ترافلر، تيتش تيتشر، فوتبول فوتبولر، فارم فارمر، عملنا ايه في كل الكلمات دي؟ زودنا اي ار عشان اكون الاسم من الكلمه دي. يبقى انا عندي هنا اقدر اقول احمد از ا جود ريد ولا ريدر؟ ريدر. a good reader، قارئ جيد. a good climber، متسلق جيد. a good traveler، a good teacher، a good footballer، a good farmer. يبقى اذا هنا عشان اكون الاسم ضفنا لاحقه او سفكس اسمه اي ار. تعال بقى الجزء الثاني وركز معايا عشان ما تتوهش. الكلام ده خدناه في الترم الاول يا باشا، الاي ان جي والاي دي. ايوه فاكرين يا سير، اخدناه في البلاس في الترم الاول.
اخذناه في البلاس في الترم الاول، كان عندي الاي ان جي والاي دي، ولكن دلوقتي هو موجود معانا باسهل صوره. يعني ايه يا سير باسهل صوره؟ يعني مش هنجيب لك جمله لفه كده ولا كده، سيادتك لو بوصف اشياء ادينا اي ان جي، ولو بوصف اشخاص اديني الاي دي. يعني ايه برضه يا سير؟ مش فاهم حبيب قلبي، تعالى كده. لما اقول هنا ذا موفي واز سو، هقول له بورد ولا بورينج؟ لا بورينج. اشمعنى؟ لان انا بتكلم عن الموفي، بتكلم عن البوك، بتكلم عن التريب الرحله، يا يبقى بسميها بورينج. طيب الهيستوري السو، هقول له انترستد ولا انترستنج؟ لا ده ممتع وشيق، يبقى اسمها انترستنج. ليه؟ لان انا بوصف بوك، بوصف فيلم، بوصف هيستوري، بوصف اسم غير عاقل. اي ان جي ده واحد. اتنين، هل يا سير ممكن استخدم الاي ان جي لوصف الانسان، لوصف الاشخاص؟ قال لي امتى بقى؟ اذا كان الاسم ده هو المتسبب في احداث الصفه. يعني يا سير، يعني هنا لما اقول وائل از وي ار براود اوف هيم، احنا فخورين بيه، يبقى هو اميزد ولا اميزنج؟ لا ده ولد اميزنج، ده ولد مذهل، ده ولد مدهش. بالظبط زي ما بنقول كده، مو صلاح از اميزنج بلاير، محمد صلاح ده اميزنج، مدهش، مذهل. وي ار براود اوف هيم، احنا فخورين بيه. علالي، لما اجي اقول هنا فيليجرز، فيليجرز معناها سكان القريه. ار هقول له اكسايتد، متحمسين، فرحانين. اي ام، وخلي بالك من دي كويس جدا لانها متكرره كتير في الاسئله، اسمها اي ام انترستد ان، اي ام انترستد ان. طبعا الناس ما تلخبطليش ما بين الاي دي اللي هي الماضي البسيط والاي ان جي اللي هو المضارع المستمر، وتيجي تقول لي اصل انا عندي از يبقى اي ان جي. ما فيش الكلام ده. انا هنا انا بتكلم النهارده عن adjectives، صفات، صفه اخرها اي دي او صفه اخرها اي ان جي. اخيرا خد المثال ده كده، لما اقول هنا هوت ذا بوك از انترستنج، ذا بوك از انترستنج، اقدر اقول اي ام انترستد ان ذا بوك. لو قلنا ذا تريب از اكسايتنج، اقدر اقول له وي ار اكسايتد، وي ار اكسايتد. تعالى لي بعد كده، مديني مجموعة أفعال زي الفعل أنوي. يعني أنوي معناها يزعج أو يضايق، يزعج أو يضايق، والماضي أنويد. طيب لما أقول له أميز، قال لي أميزد وانترستد وتايرد وسربرايزد. مالهم دول؟ دولت لما أحب أستخدمهم كصفات للإنسان هضيف له الإي دي، فهيبقى عندي أنويد يعني منزعج أو متضايق، amazed مندهش، interested مهتم، tired مجهد أو متعب بالنسبة لي أنا كشخص، surprised متفاجئ بالنسبة لنا كأشخاص. ولكن أقدر أقول لك إن صوت العربية ده annoying مزعج، أقدر أقول لك إن الكتاب ده amazing، أقدر أقول لك إن الستوري دي interesting، أقدر أقول لك إن الوظيفة دي تايرنج متعبة، أقدر أقول لك إن القصة دي سربرايزنج. يبقى إذا لما أوصف الأشياء أوصفها بالآي إن جي أو الصفات اللي آخرها آي إن جي، أما بالنسبة للإنسان هقدر أستخدم معاه الصفة اللي آخرها إي دي. تعالى نطبق الكلام ده. الجملة الأولى يا نور، بقول محمد صلاح إز أفيمس فوتبولر، فوتبولر طبعا، فوتبولر، انا محتاج لي اسم من فوتبول، يبقى فوتبولر اللي هي بتعني فوتبول بلاير، فوتبولر معناها فوتبول بلاير. الجملة الثانية يا سامي، بيقول لي drawing is a very drawing، برضو تاني 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 سامي، interesting، اقول له drawing is very interesting hobby، انا بوصف هوبي، بوصف هوبي بالاي ان جي، بس ما interesting هوبي. نمبر 3 اياد، I am
I am tired. three Tired. heart. Tired. Tired. Number four, يا سلمى. The grows fruits and vegetables. The mean, the farmer, and the fly ER. يا ريتال. بقول the teacher was. The teacher super surprised. Surprised. surprised هشيل oh الاي ان surprised جي امر واجيب مكانها اي دي، صفة اخرها اي دي عشان انا بوصف بها التيتشر، يبقى ذا تيتشر واز سربرايزد، كان متفاجئ وان وان ذا فيرست برايز لما فزنا بالجائزة الاولى. نمبر 6 مارينا، بيقول لي هنا ذا فيو، المنظر، المنظر جميل، المنظر مارينا amazing amazing اي ان جي. نمبر 7 يا نور، they are amazing interested interested in interested in. نمبر 8 يا سامي، there is يا سامي يا محمد annoying annoying اي ان جي annoying sound، صوت مزعج. كمل. She is interested. Interested in. آخر جملة عندك. We were excited. Excited to visit the museum. كنا متحمسين إن إحنا نزور المتحف. يبقى إذا لو بتكلم عن I أو we أو he أو she هقول له الإي دي. إنما لو بتكلم عن الدروينج أو عن جوب أو عن بوك أو عن فيلم أو عن فيو أو عن ستوري، كل ده اي ان جي. اروح لجزئيه الفونكس، مديني طبعا كلمات الب ساوند اللي هي فويست ساوند، صوت فويست منطوق زي فيز او فايولين او فيست او فيليج، فولكانو وفيت. الهدف من ده كله ستك تتعرف على مجموعه الكلمات الجديده. فيز اللي هي الزهريه الفازه، فايولين آلة الكمان الكمانجه، فيست بنسميها الستره او الجاليه، فيليج قرية، فولكانو بركان، أما فيت طبيب بيطري. تعال نشوف المجموعة التانية اللي معانا اللي هي الوه ساوند. الوه ساوند بيقول لي هنا ويل ويل، وينتر ويت، ويل ويل، ويست ووتر ميلون ووتر، وينزداي. تعال لي كده لآخر جزئية عندي هنا في الريدنج. بقول last Wednesday I decided to travel west، قررت أسافر غربا، in my boat في المركب بتاعي، wearing my vest مرتديا السترة بتاعتي، I was looking for a volcano كنت بدور على بركان، but I had some problems كان عندي بعض المشكلات، I had some problems، I met some whales قابلت بعض الويلز الحيتان، and they turned over my boat قلبوا، turned over my boat قلبوا المركب بتاعي، I had to sit on my violin اضطريت اقعد على آلة الكمان بتاعتي، to stay afloat عشان افضل عايم على سطح المية، I ate watermelon اكلت بطيخ، to stay healthy عشان ابقى healthy بصحة كويسة، and I came to shore لحد ما وصلت الشاطئ، I didn't find the volcano لم أجد البركان، but I met some vets ولكن قابلت بعض الأطباء البيطريين، and they took me home خدوني ودوني البيت، to my village في قريتي. طبعا الهدف من الجزء ده كله إن سيادتك تستمع للكلمات اللي بتحتوي على صوت الفا والوا، الفا والوا. تعال نلعب. هو لما اقول له هنا الكلمه دي كده ناقصها ايه؟ في في فايولين، ها في برضه في فيست، ها ووتر ميلون، دبليو ووتر ميلون، ها دبليو ويل، ها دبليو برضه دبليو ويل ويل، ها بعد كده في الفي فيت الفي فيت. تعالى كده نشوف الكلام ده يا اياد، الجمله الاولى يا اياد مديني ريدر وترافلر وفوتبولر،
هو انا لما اقول my grandfather was a great he traveled to many traveler. يبقى هو كان great traveler رحالة او مسافر عظيم. number two, a famous Egyptian in England is محمد النني. he plays for Arsenal. هقول له طبعا footballer. my cousin is a very good he reads about 20 books a year. يبقى اسمه a good reader. a good reader. جملة الأولى كابتن سامي بقول سارة is a good teacher. teacher. the movie was آخر boring. كلام آخر كلام boring. the movie boring لأن I can't watch it till the end. ما كملتوش للآخر لأنه كان ممل. إنما لو قلت I wanted to see it again عايز أتفرج عليه تاني ده كان اسمه بقى amazing كان اسمه interesting. تمام. إنما هو بالوضع ده boring ممل مش عايز أكمله. number three يا نور بيقول لي it's when people talk so loudly annoying. ING طبعا it's annoying حاجة مزعجة بتضايق لما الناس بتتكلم بصوت عالي. my grandpa is a he grows food for us. طبعا farmer. ده يبقى شغال ايه farmer is a farmer. كملي يا سلمة بقول I ran for 4 kilometers جريت 4 كيلو. I was طب اللي في النص دي ما اناش عارف بس لقيت هنا اي ان جي سير ودي اي ان جي سير ودي اي ان جي سير ودي ما فيهاش اي ان جي سير يبقى مين الصح؟ tired. I was tired انا كنت متعب جريت 4 كيلو كنت تعبان tired. number 6 يا ريتال بيقول لي history is very interesting. ING هي الوحيدة اللي عندك يا ING الباقي ED. يلا يا ست نور يا نور I am very interested لأن أنا بتكلم عن I يبقى اسمها interested واتفقنا إن اسمها interested in. number two history is so I like it interesting. I like it. يبقى أقول له ING interesting. the film was so boring. ING boring. كمل يا سامي. he was by his cruel words. annoying. he was هقول he was annoying كان بيضايق ولا كان متضايق؟ انا قلت annoyed. he was annoyed by his cruel words بكلامه الصعب او القاسي. he worked all day كان بيشتغل طول النهار. he was tired. اتن تايرد. he was tired. number 5 on the 6 my favorite is miss سلوى. teacher. مس سلوى تبقى التيتشر. داليا از ان انترستد ان. كملي يا مارينا بقول ماي براذر از ا هي ترافلز تو ا لوت اوف بليسز. ترافلر يبقى اسمه ترافلر مسافر بيسافر. ايه من دولت جروز فود فور اس طبعا ده مين الفارمر. بيقول لي someone who plays a famous sport with a ball طبعا ده مين ده footballer لعيب كرة القدم. بقيت الاكسرسايز معايا في الهوم وورك تعال لي للجزء الأخير. جاهزين؟ أيوة جاهزين. تمام. جزئية الرايتنج اللي عندي مديني اكتب ايميل
عن حاجة اسمها unusual animal، زي ما أخدنا في نهاية الوحدة اللي فاتت unusual house البيت الغير عادي، فأنا عندي النهاردة unusual animal حيوان غير عادي اللي هو دونجا، لو فاكرين دونجا ذا داجونج. تمام، مديني هناك كلمات داجونج اللي هو حيوان القطوم أو بيسميه بقر البحر، سي بيد معناها قاع أو أرضية البحر، أن يوجل قلنا غير عادي، نيك نيم جديدة عندك اعرفها كويس، نيك نيم بمعنى اللقب بيسموه كده بيلقبوه كده، سي كاو اللي هي حيوان بقرة البحر، جراس لاندز هابيتات اللي هي بمعنى بيئة عشبية، شارت معناها رسم توضيحي، ايجل النسر، ايميل بولر، كيوت هيدينجز، بيزون فيفوريت، لافلي جراس، تيم انفوجرافيك، انفوجرافيك، انفوجرافيك جاي من كلمه انفورميشن، يبقى انفوجرافيك اللي هو رسم بياني عن معلومات. اديني توك وتوكت، هوب هوبت، اما سبند سبنت، وليت هي نفسها ليت. اما اقول هير اباوت اسمعان all the best، طبعا بنهي بيها الايميل بتاعي all the best اطيب الامنيات، from around the world من كل انحاء العالم، expand on it، expand on it معناها يتوسع، لما اقول see you soon اراك فيما بعد او اشوفك قريب ان شاء الله، باي باي يعني see you soon، just a quick note ملحوظة على السريع، write back اكتب الرد، thanks for شكرا على او شكرا لي، thank you for. طبعا هنروح نشوف جزئيه الريدنج، بس الكلام ده لما نور تبعت لنا لينك.